إذن هلا بدنا نكمل هذا المثال نفسه. إحنا حلينا على ألفا كانت تساوي زيرو، بس زيرو بالنسبة لمين؟ متذكرين دائما بنحكي؟ زيرو 30 درجة بالنسبة للآر، هي زيرو، بس هي زيرو ما بقدر أعملها فارق إلا 30 درجة بعد الآر. إذن على زيرو كانت 30، الباور فاكتور كان عندي تقريبا 0.94، مشين؟ هذا أول سؤال حلينا. هلا السؤال الثاني بدنا نيجي نحل ألفا بتساوي 30 درجة، شو بدنا نرجع؟ بدنا نحسب في أفرج. في افرج اختلفت لانه شكل الويف فورم صار زي الازرق الان، بطل القطعه اللي هذيك. في افرج احنا قلنا في افرج شو كانت تساوي؟ بتساوي قصدي 3 جذر 3 على باي في ماكس للفيز مضروبه في كوساين الفا، مضبوط؟ مش هاي المعادله؟ تاكدوا لي منها بالله. خلينا هلا نحل. اذا نطلع، بدنا نطلع الان الافرج فولتج لما كوساين الفا صارت 30 درجة. إذا رح يكون عندي 3 في جذر 3 على باي، بعدين رح أضرب في ماكس. قديش كانت عندي؟ كانت 240 في جذر 2، مضبوط؟ في جذر 2، فهذا طلع معي 561. هذا الرقم اللي كان عندنا أول مرة، متذكرين؟ 561 لما كانت كوساين 0، كوساين 0 1 كانت هذه الأبر، لكن الآن رح أضربها في كوساين ال 30، كوساين ال 30 اللي هو 0.866، فبتعطيني اللي 561 في كوساين ال 30، فبعطيني 485.84، خلينا نسميها 486 تقريبا. 486 فولت، هذا اللي هو الافرج فولتج. منه الان ايش بقدر احسب؟ صار عندي الافرج فولتج هون، وانا بفرض انه هذا انفنتلي اندكتيف لود، بقدر اطلع الافرج كارنت باني اقسمه على ار. اذا صار عندي اي افرج بيساوي 486 على 10 اوم، هذه هون 10 اوم، فبيطلع معي 48.6. هذا افرج ايش وحدته؟ لكن هذا احنا قلنا بيساوي ايش؟ الاي ار اس، لانه اذا هذا نفسه هو اي، بس هذا لود مش سبلاي ار ام اس، وهذا نفس الشيء هون، هذا افرج بس لود. اذا هذول الكرنتس هم للود. اذا صار عندي الان اي ار ام اس هون، شو بقدر احسب الان؟ الباور اللي باخذه هذا الريزستر. صار عندي بي الان بيساوي اي لود ار ام اس تربيع في ار، ويساوي 48.6 بالعشرة تربيع في 10، بيطلع معي عصر 23 كيلو وات، مضبوط؟ 23.5 23 كيلو وات. إذا الباور اللي بسحبها هذا الريزستر اللي بسحبها هذا اللود، إذا إحنا حسبنا الآن الباور، شو ضل لازم أحسب؟ إس. هلا بنرجع من هون، احنا عارفين قديش الدي سي كارنت اللي بمر هون، هذا الارتفاع تبع الدي سي كارنت راح يحدد شكل الويف فورم اللي بتمر من السبلاي، اللي بتيجي من السبلاي من ار او اس، هذا ارتفاع. لكن احنا قلنا هاي موجوده هون بس ل 120 درجه، 120 درجه، في 120 درجه رح تكون زيرو، فطلعنا الفورم اللي حسبنا الار او اس، طلعت لان هي موجوده بس لثلثين الوقت، اخذنا الرقم وضربناه في جذر 2 على 3. فبصير عندي الان اي سبلاي ار ام اس بيساوي جذر 2 على 3 مضروب في اي لود ار ام اس. اذا بصير عندي 2 على 3 تحت الجذر مضروب في الرقم هذا، وقديش كان عندي الكرنت؟ 48.6. فبيطلع معي قديش بيطلع معي الكرنت تبع السبلاي؟ بيطلع 39.6 امبير. هذا الار ام اس كرنت اللي من وين جاي؟ من السبلاي. هلا شو صرت بقدر احسب؟ الابارنت باور اللي جاي عندي من السبلاي. الابارنت باور رح تتكون من ابارنت او باور من ار واس وتي، فلو بدي احسب الابارنت باور تبعت ار بضرب في فيز ار ام اس لار في اي فيز ار ام اس لار وبضربهم كلهم في 3، فبتصير عندي الان اس بتساوي تساوي 3 لانه بدي اجمع ار واس وتي، في فيز كانت تساوي 240 فولت
واي فيز ار ام اس بتساوي 39 و6 بالعشره. فبتطلع معي التوتال باور، التوتال ابارنت باور في اي بتساوي نص كيلو. قد ايه؟ 28 ونص كيلو. 28 ونص كي في اي. اذا الباور فاكتور شو بيساوي؟ بيساوي كي ريل باور في الواتس على الابارنت باور في الفي اي اللي هي بتصير 23.5 على 28.5. point 8.2. شو صار اذا بالباور فاكتور لما زادت الفايرنج انجل؟